السلام عليكم. انا اليوم عجبتني جلسة في الحقيقة، على الاقل كتحس بها، كتحس بروح روح للمحاكمة وروح يعني. وحنا هذا هو المضنون، بغينا كل واحد يدلي بدلائله وكل واحد يدلي بشنو عنده، كل واحد باش كل شيء ياخذ حقه، كان ظالم ولا كان مظلوم. بالعكس الجلسة عجبتني اليوم. نعم، كيف مرات الجلسة؟ شنو اللي دار بينك وبين القضاة كذلك المحامين؟ لا انا ما دارت بيني، انا ما عنديش الصفة. انا عاوتاني طحنا في ذاك المشكل ديال ما عنديش الصفة. وسؤال بديهي كيطرح لي تيجيني لدماغي هو انه علاش هذه 16 عام بريسك وحنايا كنا نديروا في المحاضر ونمشيو للضابطة، نمشيو للفرقة الوطنية وندخلوا عند قضية الشهير، قضية تحقيق، ونديروا بأي صفة انا كنت باش نكون دابا ما عنديش الصفة؟ هذا زعما سؤال منطقي، ماشي اكاديمي ولكن منطقي. بالنسبة ل 1404 فين وصلت؟ قبل 400؟ لا مازال ما تكلمناش عليه. 1404 مازال ان شاء الله المرة الجاية، مازال ما هضرناش عليه دابا، حيت دلينا بش نعم دلينا بشي مسائل أخرى اللي ربما ما كانتش الحسبان واللي استفزتهم كما ادعى سيد الدفاع، اشياء جديده. ومازال عندنا الجديد باذن الله، لان احنا بغينا غير الحق، ما بغينا حتى شي حاجه. هما كيموتوا كي كي يتموتوا باش يبينوا على ان ولادهم مظلومين، وحنا كنموتوا نتموتوا باش نبينوا على ان ولدنا مظلوم، وكفى بالله وكيلا. واحد القضيه بغيت نقولها حتى هي، تيقولوا بلي القضيه زعما خليناها بحال مخبله. نعم هي قضية مخبلة، ولكن ملي كنبغيو نسرحوا شي حاجة ضروري كنبداو من القاعدة، كنبداو من القاعدة كنسرحوا، نتخيلوا حنايا غير الشعر كنسرحوا سنتيمتر بسنتيمتر حتى كنوصلوا خلاوها لقلنا، عاد حنا هابطين بالتسراح، يعني كنسرحوا الطريق، ما كنبداوش حنا من الفوق بالتخبيلة والجا ما فكها. فكايا من وحلتها، لا كنبداو من التحت، وهذا هو المضمون، هذا حنا بغينا المسائل تبدا من لاباز، من 2007 من نهار اللي كانت التحقيقات الحقيقية. مشات التحقيقات هذه اللي عاد غادي. علاش دابا هذوك المحاضر ديال 2007 وداك الشيء ما بقاش؟ بناو على المحاضر ديال 2018 على ما اظن. نعم، وهذا زعما انا بالنسبه لي اللي خصو يبداو من 2007. التطور اللي شفناه خص كل شيء تبدا داك الشيء ديال 2007، يعطونا 2007 بكل شيء، حتى حاجه ما ناقصه منها. نعم. مكالمات كل شيء 11 الليل. نعم. كنعرفوا باللي ملي كتبدل الهيئه يعني كيتم البت في الملف يعني من جديد وكيتعاد يعني الدفوع الشكليه. اليوم شفنا يعني هذا المحامي ديال الطرف الاخر يعني دار واحد لا كرونولوجي ديال التحقيقات، ومن منين بداو من الوقيته اللي يعني لقاو الجثه. شنو بان لك انت في هذا لا كرونولوجي؟ ايوا لا كرونولوجي عطاها لنا، ما عطاهاناش بلي لاكون، بالثغرات اللي فيها، الثغرات ناقصه. تمنيتو انه يقول كل شيء، ساعه ما قالش كل شيء. غادي ندليو بهم امام المحكمه ابنتي، ما يمكنليش نقول لهم هكذا، غادي نحطهم امام المحكمه، هذوك هما لي لاكون. تاجلت الجلسه شي محل؟ لا لا، نهار 3 27 في شهر واحد. نعم. 27/1؟ نهار 27/1 ان شاء الله الجلسه المقبله. واسباب التاجيل؟ مناقشة الموضوع. المهم الجلسة كانت في الحقيقة كانت مزيانة يعني. محامي الطرف الآخر رجع للقبر 404 دائما وشكك أنه حنا نعم حنا يعطيونا التحقيقات الأولية الأولى.